بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كنحيي جميع المتابعين والمشتركين على قناة سفيرة الطبخ المغربي. وضمن تحضيرات حلويات رأس سنة أو تورتات أعياد الميلاد، اليوم كنقترح لكم تورتة بطبقتين كتجي بريستيج راقية ولذيذة بزاف. طبقة الكيك غادي نحضروه ببيضة واحدة فقط، وغادي نضيفوا ليه مكون كيعطيه مذاق لذيذ وقوام إسفنجي، وطبقة كريمة سهلة وفي نفس الوقت راقية ولذيذة بزاف، غنحضروها بدون فلون ولا جيلاتين. تابعوا الفيديو للأخير باش تعرفوا على مراحل التحضير. بسم الله على بركة الله. غادي نحضروا اولا القالب اللي غادي نحضروا فيه التورتة. اختاريت قالب دائري القطر ديالو 21 سنتيم. غادي ندهنوا جيدا بالزبدة، ولا كان كيلصق غادي ترشوه بالقليل من الدقيق، وغادي نحتفظوا به جانبا. من بعد غادي نحضروا طبقة الكيك. في واحد الإناء غادي نوضعوا بيضة، لضروري خاصها تكون بدرجة حرارة المطبخ. غادي نضيفوا قبصة ملح لموازنة الذوق، وغادي نضيفوا نصف كأس ديال السكر حبيبات أو السكر سنيدة ما يعادل 75 غرام، بالإضافة لكيس ديال سكر الفانيليا من فئة 7.5 غرام. غادي نطربوا جيدا السكر مع البيض حتى كيضاعف ليا الحجم ديال الخليط. ممكن تستعملوا الخلاط الكهربائي او الخلاط اليدوي، يعني غادي نخدموا غير بالفوي. هنا قد ما كنطربوا هذا الخليط كنتحصلوا على واحد القوام ديال الكيك اللي كيجي زوين خفيف واسفنجي. من بعد ما كيضاعف ليا الحجم ديال هذا الخليط كنقصوا من السرعه ديال الخلاط ديال الخفاق الكهربائي، وكنضيفوا بالتدريج نصف كاس ديال الزيت النباتي ما يعادل 75 مليلتر. كنخلط جيدا حتى كيندمج ليا الزيت مع باقي المكونات، ودائما كنخلي السرعه ديال الخفاق الكهربائي منخفضه. وغادي نضيفوا نصف كاس ديال الحليب. هنا بغيتوا تعوضوا الحليب بالماء راه ممكن، غير هو قد ما كنحضروا هذا الكيك بواحد المكونات اللي غنيه كنتحصلوا على مذاق اللي زوين بزاف. صافي، هنا من بعد غادي نزولوا الخفاق الكهربائي، وغادي نضيفوا جوج ملاعق ممتلئه ديال اللوز مطحون. هنا خديت اللوز عادي، ما يعني ما حمرته ما سخنته، خليته بالقشور ديالو وطحنته، وخديت جوج معالق كبار عامرين مزيان. هنا الاضافه ديال اللوز كتخلي المذاق ديال الكيك كيجي زوين وكتعطيه واحد القوام اللي هو اسفنجي. صافي، كنخلطوا جيدا. من بعد غادي نضيفوا كاس ديال الدقيق الابيض. الدقيق ضروري يكون نوعيه جيده خاصه بالحلويات، وضروري خاصو يكون مغربل. كنضيفوا ملعقه كبيره ممتلئه ديال بودره الكاكاو المر. الكاكاو ضروري يكون نوعيه جيده باش يجينا المذاق ديال الكيكه زوين. وكنضيفوا كيس واحد ديال الخميره الكيميائيه من فئه 8 غرام. بالنسبه للكميه الدقيق اللي استعملتها فهي بالضبط 110 غرام، يعني كاس ديال العنبه ممتلئ وممسوح. كنخلطوا جيدا حتى كنتحصلوا على قوام ديال الكيك اللي كيكون على هذا الشكل، ما كيكونش خفيف بزاف، في نفس الوقت ما كيكونش ثقيل. ملي كنرسموا اي رسم كيبقى واضح على وجه الخليط. من بعد كنوضعوا هذا الخليط في القالب اللي حضرناه من قبل، وغادي نخبطوه خبطه خفيفه فقط باش كنخرجوا هذاك الهواء، وكندخلوه الفرن اللي كيكون ساخن جدا على درجه حراره ما بين المنخفضه والمتوسطة. كنخليه حتى كيطيب على خاطره، وملي كيطيب كنخليه في الفرن، ولكن كنحلو الابواب ديال الفرن باش ما كيشربوش لينا وكيجينا يابس، وهذا هو الشكل ديالو. هنا ملي كيبرد لينا هذا الكيك كنخليه حتى كيبرد جيدا، كنوضعو في الطبق ديال التقديم، وكنوضع عليه واحد الاطار، وغادي نوجدو الخليط اللي غنسقي به الكيك. هنايا خديت القليل من الحليب، وضفت ليه ملعقه صغيره ممتلئه ديال بودره الشوكولاته، وغادي نخلطو جيدا حتى كيتجانسوا ليا جميع المكونات. ومباشره غادي نوضعوا هذا الخليط على وجه الكيك، وكنخلي الكيك حتى كيتشرب ليا جيدا، ونمروا باش نحضروا الكريمه. بالنسبه للكريمه عندي هنايا كاس ديال الحليب. الحليب ضروري خاصو يكون بارد جدا. هنا ملي تعرفوا انكم تحضروا الكريمه وضعوا الحليب في المجمد حتى كيبرد مزيان، وغادي نضيفوا 100 غرام ديال بودره الشونتيه. تقدروا تستعملوا الشونتيه اللي كتكون في العلبه او الشونتيه ديال العبر. صافي، هنايا غادي نطربوا هاد المكونات جيدا حتى كيضاعف ليا الحجم ديال هاد الكريمه، وكنتحصلوا على كريمه اللي هي عاديه، يعني الكريمه اللي موالفين كنحضروها دائما. صافي، هنا ملي
كنضربوا الكريمه. هنا غادي نضيفوا 4 ملاعق كبيره ممتلئه ديال الحليب المركز المحلى اللي فايت لي حضرته معكم في القناه، لكن غادي نعاود نشاركوا معكم بعجاله. في واحد الكاسرول كنوضعوا كاس ديال السكر مع كاس ديال الماء وكاس ديال بودره الحليب، كنخلطوا جيدا، كنخليهم على نار منخفضه حتى كيتقل ليا هذاك الخليط. من بعد كنطحنوا واحد شي شويه وكنتحصل على حليب مركز محلى ديال البيت، وكيجي تماما بحال اللي كيتباع على برا. من بعد هنا غنضيفوا 3 ملاعق كبيره ممتلئه ديال البخاليني ديال اللوز اللي حتى هو كنحضروه بواحد الطريقه سهله جدا. كناخذوا كاس ديال السكر كنوضعوه في واحد الكاسرول اللي ما كتكونش كتلصق، وكنخلي هذا السكر حتى كيذوب جيدا وكيصبح ليا بحال الكراميل. من بعد غادي نضيف لي واحد كاس ديال اللوز اللي كنكون من قبل حمرته، كنضيفوه لهذا الكراميل. كيف كيتخلط ليا اللوز مع الكراميل؟ مباشره كنزولوه وكنوضعوه فوق واحد الرخامه اللي كنكونوا دهنينها جيدا بالزيت، وكنخلي هذاك اللوز حتى كيبرد تماما عاد كنطحنوه. هي المده اللي كنطحنوا فيها كتاخذ لنا شي شويه الوقت، لاننا خاصنا نطحنوا جيدا حتى كنتحصلوا على واحد الخليط اللي كيجي شبيه بأملو. صافي، هنا ملي خلطت هاد المكونات جيدا مع بعض، مباشره غنوضعوا هاد الكريمه فوق الطبقه ديال الكيك، وضروري كنوضعوها في المجمد. بما اننا ما استعملناش فيها لا فلون لا جيلاتين، ضروري هاد التورته كنخليوها في المجمد باش هذيك الكريمه كتبقى متماسكه. هنا من بعد ما خرجتها من المجمد، هنا يتمسكت ليا هاد الكريمه جيدا بالاستعانه ديال السكين. غادي نمرروا على الجوانب ديال هاد التورته باش كيسهل عليا من بعد انني نزول هاد الاطار. صافي، هنا من بعد غادي ناخذ واحد السكين وغادي نحاول انني نليسي هاد الكريمه باش كنقادوا ليها الجوانب ديالها وكيجينا الشكل ديالها مقاد. من بعد غادي ناخذ الشوكولاته. صافي، وهنايا غادي نبشرها اولا غادي نحكها باش كتعطيني واحد المنظر صراحه اللي كيجي زوين بزاف. بالنسبه لهاد التورته راه ممكن انكم تحضروها في هذوك القوالب الزجاجيه، يعني قالب زجاجي غادي تطيبوا فيه الكيك، ومن اللي كيطيب غادي توضعوا فيه الكريمه، يعني بلا ما تحتاجوا انكم تستعملوا اي اطار. صافي، هنا ملي كنوضعوا ليها هاد الشوكولاته المبشوره كنعاودوا ندخلوها المجمد. لهنايا التورته راه كتبقى في المجمد باش هذيك الكريمه ما تسيحش لكم وتبقى متماسكه. كنقدموها مباشره ملي كنخرجوها من المجمد، وهذا هو الشكل ديالها. صراحه كتجي لذيذه بزاف، الكريمه كتجي راقيه، واحد المذاق فيها زوين بزاف. كنتمنى فعلا انكم تجربوها، ولا جربتوها خليوا لي الراي ديالكم في التعليق. وان شاء الله مازال غادي نشارك معكم عده وصفات ديال الحلاوي ديال لاكريم، وكذلك تورتات ديال اعياد الميلاد. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم مع وصفه جديده. الى اللقاء.